انا شايف البقره هناك هي وبنتها. دول عمالين يشربوا لبن. انا اسرق اللبن ولا اكلهم؟ لا انا اروح اكلهم احسن، دول شكلهم فيهم لحمه كتير. يلا يا بقرتي يا حبيبتي، تعالي يلا عشان نتغدى. يلا زمانك جعانه، جهزت لك الغدا اهو. ماشي يا ماما انا جايه اهو. يلا يا حبيبتي، عايزاكي تخلصي الاكل بتاعك كله. ماشي. بتعملي ايه يا بقره يا كبيره انت وبنتك؟ ده انا هاكلكم دلوقتي قبل ما تتغدوا، هاكلوا انتوا الاتنين في بطني حالا. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اول مره اشوفك عندنا هنا في الغابه. ده بنت صغنونه، حرام عليك. سيبنا، واي حاجه انت عايزها احنا هنديها لك على طول. ماما انا خايفه قوي، شوفوا لنا حل. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله مش هيحصل حاجه، هديله اللي هو عايزه. خلاص لو مش عايزين ناكلكم هاتولي لبن كتير وفلوس كتير من عندكم جوه، كل حاجه هاتوها وانا مش هاكلكم. حاضر، هجيب لك كل اللي عندنا في البيت، بس تسيبنا ارجوك، انا نفسي عايشه انا وبنتي في سلام. الحمد لله يا ماما اتصرفتي. يعني اتصرف ازاي دلوقتي؟ انا عندي شوية لبن صغيرين جوه، يا ترى هيرضى ياخدهم ولا هيعمل فينا ايه؟ ايه اللي هناك ده؟ ده سم فران، كنت جايباه عشان الفران اللي بتيجي عندنا بالليل. ما انا عندي فكرة، انا ممكن احط السم ده على اللبن واديهوله يشرب منه، ويبقى كده خلصت منه. دي فكرة حلوة قوي عشان انقذ بنتي وانقذ نفسي. يا ترى البقرة اتأخرت ليه؟ يلا يا بقرة خلاصي تعالي، انا مستعجل وجعان قوي، لو اتأخرت زيادة عن كده اخش شكلك جوه. حاضر، انا جيت اهو، هو ده كل اللي عندي في البيت، هو ده كل اللي حيلتي، شوية اللبن دول اشربهم بالهنا والشفا. انا هدوق اللبن بتاعك ده اشوفه حلو ولا لا، ما يمكن بتضحك عليا وجايبالي لبن رايب. الله، بطني، اللبن ده فيا بقرة بطني. انت فاكر ان انت هتضحك علينا وتقدر تاخد بنتي مني؟ لا ده مستحيل ابدا، عمري ما اديك الفرصة انك تاخد بنتي حبيبتي، ده احلى حاجة عندي في الدنيا. الحقيني يا بقرة ارجوك، اطلبيلي الاسعاف، عايز اروح المستشفى، بطني بتتقطع، في سكاكين جوه. احسن، تستاهل. ماما ده صعب عليا، اطلبي له الاسعاف. حاضر يا بنتي، هو كمان صعبان عليا، بس هو شرير، انا هطلب له الاسعاف وهم يتصرفوا معاه بقى، وامر لله. الحقوني اسعاف، خدوني بسرعه. يا حبيبتي جهزي حاجاتك عشان هنمشي من هنا خالص، انا خايفه يفوق ويرجع ينتقم مننا. ماشي يا ماما، بقى هجهز الحاجات اهو. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. يلا يا اصدقائي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من حواديت ديما ودوما، وما تنسوش تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك حواديت ديما ودوما. ولو حابين تشوفوا باقي الحواديت هتلاقوها في صندوق الوصف، وما تنسوش تعملوا لنا لايك، وانتظرونا في حدوتة جديده.